هاي برحب بكل مين قرر ينضم لنا ببرنامج توب 40 اللي بيطلعنا اسبوعيا على نتائج السباق الرسمي للاغنيه العربيه. مثل ما بتعرفوا 40 اغنيه عم تتنافس على المركز الاول، وبنبدا بالمرتبه الأربعين وبنسمع الفنانه مي سليم باغنيه سما. سما للمركز 39 وبنسجل تراجع للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية بأغنية أيام. كنا رجعنا أحباب فرقنا كنا صالحنا أصحاب زعلنا كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا أرحنا نقله سامحنا كنا رجعنا أحباب فارقنا كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا وكنا اللي مرة جرحنا رحنا نقلو سامحنا أيام أيام من عدة عيد ماضينا
حتى كل دمع بكيناها كنا بالضحك محيناها حرام نضيع ايام تمرق ما فينا نردها. الاغنية اللي بتحتل المركز ال 38 له الاسبوع هي القلب بيتك للمطربة احلام. لو ما تبارك في يومك دخلته خذ راحتك فيني ترى القلب بيتك اللي منال صعب بسهولة نلتا من غير ما ادري في عيوني لقيت. خذ راحتك فيني ترى عبد الرحمن بيرجع بيتقدم بتشارت توب 40 وبيوصل للمركز 37 هالأسبوع. وداني يا ولا توداني في كل الأحوال أنا ساري ما عاد يمدي ترجاني دم الجفا جسمك أقداري الصمت ما كان ينفعني والصبر ما عاد له طاري
مشاعري كم كنت اجيلك وتمنعني واليوم تنشد عن اخباري ما قبلك انسان طوالي تخطي وراضيك بشعاري ثامر على شي سمعني قبل ابتدي هم مشواري المرتبة 36 وبنسجل تراجع للفنان عباد الجوهر بأغنية كم أنت. عيناك عينا وهاد والشعر كالليل أسود إني وحيد القوافي وأنت بالحسن أوحد ففيما هذا التجافي والهجر يا حلو والصد إني وحيد القوافي وأنت بالحسن أوحد ففيما هذا التجافي والهجر يا حلو والصد أنت والله تحسن باللحظ والروح والقلب أنت والله تحسن باللحظ والروح والقلب أنت والله تحسن كم سهرت الليالي وقلت يا نجم فاشهد لكم سهرت الليالي وقلت يا نجم فاشهد بأنني منه مضنى بأنني منه مضنى بأنني منه مضنى وأنني فيه أحسد بأنني منه مضنى وإن خلوت لنفسي وجدتها تتمرد أقول يا نفس صبرا فبابه غير موصد جرعت بعده عم بحقق نجاح بالسنجل بنظرة منك وهالأسبوع بتوصل للمركز 35 نظرة من رجعتي مش عارف انا روحي راح مني عندك عقلي ته منه الكلام روحي راح مني عندك عقلي ته منه الكلام يا اللي انت عامله فيا ترضى ده كله يجرالك تلف الدنيا وانت عادي بلاش اذيه حبك قتلني خلاص خلص عليا قبلك تعبت كتير تعبت فيا كده هو ببساطة كده دوختني انت جي
اللبناني فارس كرم بيتقدم للمركز ال 34 بأغنية العاصمة. وقلبك هو العاصمة عالهاوية بصمة، ضحكت عينيك مناشيد ميلادك يا عمر العيد، احساس الشمس الوحيد يحرس عينيك النايمة. كاظم الساهر بيتراجع هالاسبوع واغنية دلع النساء بتوصل للمركز 33. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي، الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. تتسرعي فتغضبي فتندمي فتطلبين مغازلاتي، والله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي، والله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. بيتقدم مركز واحد بس من الأسبوع الماضي وأغنية ما عاد بدي إياك توصل للمركز 32. ما عاد بدي إياك بدي إياك بدي إياك، ساعدني بترجاك بترجاك، ما عاد بدي إياك بدي إياك بدي إياك، ساعدني بترجاك بترجاك. ما عاد بدي اياك بدي اياك بدي اياك، ساعدني بترجاك بترجاك.
بس العلي الدور وتزينة وتزينة كتر الوفا قهار خبي ورا ظهرك شي سكينة غدرني طبط الغار بس العلي غدرني طبط الغار خليني شوفك صانم بطل بعيني ملاك بكيني من جرحك إلي دمو علي الحار توب 40 بتابع وبنوصل للمركز 31 اللي هي من نصيب الفنانة ناتاشا بأغنية يوم صحيت المشاعر والحنين بحب داير يوم ناداني حنانك رد قلبي قال تامر انت صحيت المشاعر الحنين بحب ثاير يوم ناداني حنانك رد قلبي قال تامر عشانك صارت الغربة وطم ضاع خوف في أمانك يوم داني حنانك انجبرت أقعد عشانك صارت الغربة وطم ضاع خوف في أمانك بنرجع من بعد ولا متابعة حلقة الأسبوع من توب 40 خليكن معنا برحب فيكن بحلقة اليوم من توب 40 وهلأ صار وقت نتعرف على نتائج السباق من المركز 30 للمركز 21 وبنبلش مع المركز 30 وبنسمع الفنانة دنيا سمير غانم بقصة شتاء نزلت وراحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا أول ما شافها بسلام وبان إن مشاعر تغيروا هالأسبوع بنسجل تراجع للفنان محمد المشعل بأغنية خليهم عنك اللي بتوصل للمركز 29 يا حبيبي انت مفروض تعذرهم ده ما انا وياك ما جبنا خبرهم كل ما زاد وحكي زدنا محبة هذا هو اللي يا محبوبي قارهم يا حبيبي مفروض تعذرهم دام أنا وياك ما جبنا خبرهم كل ما زاد وحكي زدنا محبة هذا هو اللي يا محبوبي قارهم لما التقوا
علينا عالكلام اللي كده حنا خذينا يحلمون يفرقونا عن بعضنا حكيهم ما هز لو هي شعرة فينا خلوهم مع نفسهم احنا اش علينا. الفنان رابح سائر هو اللي احتل المركز ال 28 لهالاسبوع باغنية ما هو انت. ما هو انت اللي تكلمني كده، ما هو انت اللي تكلمني كده، انت ما ترضى تزعلني عليك، انت ما ترضى تزعلني عليك، في كلامك ما تسبب لي انا، كلامك ما تسبب لي أدا، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك، ما هو أنت اللي تكلمني كده، ما هو أنت اللي تكلمني كده، أنت ما ترضى تزعلني عليك، أنت ما ترضى تزعلني عليك، في كلامك ما تسبب لي أدا، في كلامك ما تسبب لي أدا، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك. ومنسمع سوا الفنان عامر زيان وأغنية العقلية شرقية. العقلية الشرقية والله منا قديمة، شركة حلبية وحياتك أحلى عزيمة، فاتورة هدت لي ضهر وقيمتها قيمة، شي مرة تطلع يا عمر عليك وعلي. يتعاون الفنان عامر زيان مع المخرج سعيد المروق لتصوير كليب جديد لأغنية من ألبوم عامر الخليج الأول لإله الموقع من الفنان حاتم العراقي، والتصوير رح يتم بين بيروت ولوس أنجلوس بفكرة جديدة. وبذكركم أنه كليب العقلية الشرقية هو كمان من توقيع المخرج سعيد المروق. في عالم عايش بكذبي محروم الراحة، مش مثلي أنا يا قلبي بحب الصراحة، مزعوج مني ما تخبي كوني مرتاحة، وساقي فيه وبيحبي مية بالمية، لو بدها بشبح تعيون تفتح وتلاحظ إني ما بعيني ومفنجر حالي، طب كيف بصمد وصمد
صفي متأكد إنه المستقبل ضمن لتصيري حلالي. ساعتها أمك تقلع الشوك اللي بداية عقلي الشرقي والله منا قديمة. شرك يا حلبي وحياتك أحلى عزيمة. فاتورة هدت لي ظهري وقيمتها قيمة. شي مرة تطلع يا عمر عليك وعلي. ننتقل للمرتبة 26 اللي هي من نصيب الفنانة العراقية شذا حسون وأغنية علاء الدين. بيتراجع هالأسبوع للمرتبة 25 بأغنية العمارة. ما وصل مرسال منا ما سمعت أخبار عنا داخلي حسيت ونا هادي والله مو حضارة نشتكي لهنا وجارة والحلو ظل انتظارة. والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا حول بيت أخذت برا والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا صوت راشد ما يفيد وبحوب عبد المجيد وأبو نور جاب العيد هذي
شيماء كمان بتسجل تراجع بسيط هالأسبوع، ومن المرتبة 22 الأسبوع الماضي بتتراجع للمركز 24 هالأسبوع. ولا يهمك أنا البسم العلى فمك، وانت أغلى البشر عندي، أنا لك وانت لي وحدي. ولا يهمك أنا البسم العلى فمك، وانت أغلى البشر عندي، أنا لك وانت لي وحدي. ولا حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني، روحي في الهوى تضمك. ولا يهمك ولا يهمك، ولا حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني. نجم تامر حسني بيرجع بيتقدم بتشارت توب 40، وأغنية السيد بتوصل للمركز 23. هالأغنية اللي تعمل من خلالها مع سنوب دوغ. أنا سي السيد وكلامي هو اللي هيمشي، أنا سي السيد مش عاجبك كلامي. يلا I'm the hero, the man, the head of the castle. No misunderstandings or no types of hassle. All agreed by, the one you will beat by. The only way is my way, so follow my lead. I shape you, make you a better woman. With more hugs and plugs and better loving. Cool as the breeze, the flowers in the trees. Assalamu alaikum, see outside ye. East or West, but a real king step with his empress. Oh yes, and mine's as fine as wine, and she knew better, she make me do better. Ja. بنتابع بالمركز 22، وصار وقت نسمع الفنان وائل كفوري وأغنية ويلك من الله. ويلك شو ذنبي حبيتك والشوق كبير، وعملت بقلبي أنا بيتك وفرشت حالي. قولي لي جيتي من وين؟ صح
قدامي نام بشوفي بمنامي تغيرت كتير. بدأ الفنان وائل كفوري باختيار مجموعة جديدة من الأغاني بضمها لألبومه المقبل، وبيتعاون فيها مع الملحن بلال زدين والشاعر منير بوعساف. كلنا أكيد بانتظار ألبوم وائل كفوري الجديد، وبنطلعكم على كل تفاصيل قريباً بتوب 40. أما هلأ فصار وقت نسمع الأغنية اللي احتلت المركز 21 لهالأسبوع، وهي فكرة غلط للفنانة فدوى المالكي. ليه وأنا جنبه بيبان كتير قلقة ويقول عليا كمان حاجات ماهيش فيا، لو احتاج لي وانا تهلت ده انا لو فين انا جيله في دقيقتين بس شاوت ليا. ليه ليه اللي مني مخوني مع انه يا ناس عارف اني انا ما بتطلعش العيبة مني واحلف على ايه. فاصل قصير وبنرجع لمتابعة حلقة اليوم من توب 40، خليكن معنا. بتابع وهلأ صار وقت نشوف مين احتل المركز 20 لهالأسبوع. مين انت من البشر وتجيب خبر تبعد عني بلا سبب والله قهر. مين انت من البشر وتجيب خبر تبعد عني بلا سبب والله قهر. بالحب يا ناس مصيبة خبر بالمرتبة 20. ننتقل للمركز 19 واللي هي من نصيب الفنانة هيفا وهبي بأغنية إذا ينساك. ما تقوليش أبداً لو أنتي بيباني ساك
بيتقدم هالأسبوع بتشارت توب 40 وأغنية حارس النجوم توصل للمركز 18. لنت حارس النجوم ولنت غارس القمر، لنت حابس الغيوم ولنت حاسس بالمطر، لنت حارس النجوم ولنت غارس القمر، لنت حابس الغيوم ولنت حاسس بالمطر. شايل هم التراب، شايل هم السماء، شايل هم التراب، شايل هم السماء. وانت يغويك السراب، وانت يبدلك الدماء، وانت يغويك السراب، وانت يبدلك الدماء. تحمل بشر، تحمل هموم وانت في الآخر بشر، انت في الآخر بشر، انت في الآخر بشر. لنت فارس الرمال ولا أنا وارس البحر، أعظم حروبك خيال وأقصر دروبك سفر، أعظم حروبك خيال وأقصر دروبك سفر. شايل هم الصديق، شايل هم آخر بشر، ليه تبه شايل يروح وانت في الآخر بشر، انت في الآخر بشر. من المركز 18 بننتقل للمركز 17 وبنسمع الفنان حاتم العراقي وأغنية يا معلمني الغرام. يا معلم يلي من دونك عاني، لا تعذبني حرام. يا معلم الغرام، ها ها يا معلم الغرام الغرام الغرام.
مثل ما صرتوا تعرفوا تشارت توب 40 منوع وبضم عدد كبير من الفنانين من كافة الدول العربية. وبعد ما سمعنا صوت العراقي حاتم العراقي بننتقل على الكويت مع الفنان نبيل شايل وبنسمع يا عسل بالمركز الستاش. يا عسل من اللي داكك يا عسل الحلاني بيوصل هالأسبوع للمركز الخمستعش ودايما بأغنية لوين تروح. وين تروح يا مسافر ولا تدري على بعدك أمين الروح لوين تروح خلينا نعيش الدنيا نتبع العمر حبنا لوين تروح للمرتبة ال 14 بتشارت توب 40 بأغنية حس تار. نسمع سوا. تالي الليل يرنع أحس طار يرني تالي
بننتقل للمركز ال 13 وبنسمع الفنان تركي واغنية ما اصدق. ما توقعت الحقيقة بنلتقي وتو الفراق عمرها اصغر من دقيقة. ما توقعت الحقيقة بنلتقي بنلتقي وتو الفراق عمرها اصغر من دقيقة. كل شيء وكنا ما صار بنا شيء وليت من جد ما ندقق ما ندقق ما ندقق رأيي ننسى كل شيء وكنا ما صار بنا شيء وليت من جد ما ندقق ما ندقق ما المركز ال 12 لهالاسبوع هي ثالث الاعياد للفنانة ديانا حداد.
وبنوصل للمركز ال11 وبنسجل تراجع للفنانة كارال سماحة بأغنية وحشاني بلادي. شاني الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة دي ليلة حب كمان، ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عنيه وسنين وأنا مش عارفة انسى ومعاه حسيت بأمان. وحشاني الدنيا في بلدي، عايزة أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة لليلة حب كمان، ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عنيه وسنين وأنا مش عارفة انسى ومعاه بعده للإعلان عن نتائج التوب 10 لهالأسبوع. خليكن معنا. برحب فيكن ووصلنا هلأ للمركز العاشر، وبنقول مبروك للفنان ماجد المهندس بأغنية ليتلي اللي بتتقدم هالأسبوع من المركز الـ11 للمركز العاشر. ليتلي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمر صار. ليتلي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمر صار.
الراب جورج وصوف كمان بيتقدم هالأسبوع بتشارت توب 40 وبيوصل للمركز التاسع بأغنية الذكريات. الذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. شفت الدنيا ودقت الحب دقت على بسنين القلب. شفت الدنيا ودقت الحب عذاب سنين القلب. مكتوب عليا أنا وجرا أداوي الناس علشان تنتهى. مكتوب عليا أنا وجرا أداوي الناس علشان تنتهى. لفيت بلاد 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 لفيت بلاد 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 بلاد. يا ما شفت حبان يا ما شفت حبان. مكتوب عليا أقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل. مكتوب عليا أقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل. أبعد مراسيل وتجيني مراسيل. أبعد مراسيل وتجيني مراسيل. أما الفنان عبدالله الرويشد بحافظ على موقعه من الأسبوع الماضي وأغنية ليه مر الحلو بالمركز الثامن. ليه مر الحلو يولع الشارع. ليه مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع. ليه مر الحلو دلع والنظرة ولا أحس قلبي انشلع. أحس قلبي انشلع. أحس قلبي انشلع. تعنب ودار كنت من طالع. تعنب ودار كنت من طالع. يولع الشارع السابع لهالأسبوع فهو من نصيب الفنانة بلقيس بأغنية مجنون. مجنون أحب غيرك أنا مجنون. أنا مجنون. مجنون أحب غيرك أنا. مش فين صايب نعمة حبيبي شايف البشر تسواهم عندي أنا. مجنون أحب غيرك أنا. مش فين صايب نعمة حبيبي شايف البشر تسواهم عندي أنا.
وبنوصل للمركز السادس وبنسمع أغنية أنا مشلون للفنانة وعد البحيري. أنا مشلون وما انت بوستحبني ولا دري وينك وما أخذت ابني حبيبي كان بتطول علي أجيك الحين ولا رجع وخبني. نرجع لمتابعة توب 40 بالقسم الأخير مع نتائج توب 5. خليكن معنا. وصلنا لآخر قسم من برنامج توب 40، ومثل ما بتعرفوا صار وقت نتعرف على أول خمس أغاني عم بتحقق نجاح ورواج بالعالم العربي. بس قبل بنعمل جولة سريعة على الأغاني اللي مشاركة معنا من المركز الأربعين للمركز السادس. الفنانة مي سليم وأغنية سمعاه بالمركز الأربعين. المطربة وردة وأغنية أيام بالمركز التسعة وثلاثين. المطربة أحلام وأغنية القلب بيتك بالمركز الثمانية وثلاثين. الفنان خالد عبد الرحمن وأغنية ودعني بالمركز السبعة وثلاثين. كم أنت للمطرب عبادي الجوهر بالمركز الستة وثلاثين. بنظرة منك لجو رعد بالمركز الخمسة وثلاثين. فارس كرم وأغنية العاصمة بالمركز الأربعة وثلاثين. دلع النساء لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر بالمركز الثلاثة وثلاثين. ما عاد بديك للفنان ملحم زين بالمركز اثنين وثلاثين. ناتاشا وأغنية يوم بالمركز الواحدة وثلاثين. قصة شتا للفنانة دنيا سمير غانم بالمركز الثلاثين. الفنان محمد المشعل وأغنية خلهم عنك بالمركز التسعة وعشرين. ما هو أنت للمطرب رابح صقر بالمركز الثمانة وعشرين. العقلية الشرقية للفنان عامر زيان بالمركز السبعة وعشرين. علاء الدين للفنانة شادى حسون بالمركز الستة وعشرين. العمارة للفنان فايز السعيد بالمركز الخمسة وعشرين. حول بيت أخذت فرة والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا. حول بيت أخذت فرة والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا. ولا يهمك للفنانة شيمة بالمركز الأربعة وعشرين. سي سيد للفنان تامر حسني بالمركز الثلاثة وعشرين. الفنان وائل كفوري بالمركز اثنين وعشرين وأغنية ويلك من الله. فكرة غلط للفنانة فدوى المالكي بالمركز الواحدة وعشرين. ودي بخبر للفنانة يارا بالمركز العشرين. الفنانة هيفا وهبة وأغنية إزاي أنساك بالمركز التسعتاعش. حارس للنجوم للفنان صابر الرباعي بالمركز الثمانتاعش. يا معلمني الغرام بالمركز السبعتاعش للفنان حاتم العراقي. بلبل الخليج نبيل شعيل بالمركز الستاعش عن أغنية يا عسل. بالمركز الخمستاعش لوين تروح للفنان عاصل حليني. لوين تروح خلينا نعيش الدنيا نتبع العمر حبنا لوين تروح. حستار لفنان العرب محمد عبده بالمركز الأربعتاعش. ما أصدق للفنان تركي بالمركز الثلاثتاعش. ثالث الأعياد للفنانة ديانا حداد بالمركز الاثناعش. وحشاني يا بلادي للفنانة كارول سميحة بالمركز الاحداعش. ليتلي لماجد المهندس بالمركز العاشر.
ذكريات لسلطان الطرب جورج عصوف بالمركز التاسع، لمر الحلو للفنان عبدالله رويشد بالمركز الثامن، بلقيس بالمركز السابع عن أغنية مجنون، بالمركز السادس الفنانة وعد البحيري عن أغنية أنا مش لون. أنا مش لون وما انت بوسط حضني وانا دري وانا وما أخذت إذني حبيب انت بتطول علي أجي احتلت المركز الخامس لهالاسبوع هي خلي لقلبك للفنانة نجوى كرم. خلي لقلبك شو مهضوم انت اللي عمرك عاطيني ما عطيتك عمري وقلبي اليوم بنت الكرم لا تسرني نجوى كرم بأغنيتي خلي لي قلبك بالمركز الخامس. وبننتقل للمركز الرابع مع الفنان عبد المجيد عبد الله وبنسمع أغنية تحياتي لمن دمر حياتي. تحياتي لمن دمر حياتي وأنا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي حس بالدنيا وأنا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. تحياتي لمن دمر حياتي وأنا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي حس بالدنيا أنا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. عساك بخير عسى عيونك تنام الليل ضميرك مستريح ما تعاني طير ولا ندمان ولا أسف على اللي كان ولا همك سواك انت أبد إنسان. عساك بخير عسى عيونك تنام الليل ضميرك مستريح ما تعاني
انت ابد انسان. طب فورتي بتابع وبنوصل للمركز الثالث اللي بسجل تراجع الفنان عمرو دياب باغنية الليلة بالمركز الثالث. والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا للمركز الثاني، وبنقول مبروك للمطربة نوى الكويتية وأغنية لا تكلمني. لا تكلمني أنا زعلانة منك، صار لك يوم أنا ما كلمتني، صار لك يوم ما تسأل وكنك ما عرفت الشوق أو حبيتني. لا المطربة نوى الكويتية بأغنية لا تكلمني. أما هلأ وقبل الإعلان عن المركز الأول، جولة سريعة بنقوم فيها على الأغاني اللي مشاركة معنا بالتوب 5. بخليلي قلبك لشمس الأغنية نجوى كرم بالمركز الخامس. تحياتي لمن دمر حياتي بالمركز الرابع للفنان عبد المجيد عبد الله. بالمركز الثالث أغنية الليلة للفنان عمرو دياب. لا تكلمني للمطربة نوال بالمركز الثاني. وأسبوع جديد ومرة جديدة بنقول ألف مبروك للنجمة إليسا اللي بعدها مسيطرة على تشارت توب 40 بأغنية تعبت منك. تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل روحي إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب. لو قلت يمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني، تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني، وبقول مفيش في الحب عيب. مع إليسا وتعبت منك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من توب 40. موعدنا بيتجدد بكرة. باي. سنت إني ما فيش بإيدي حاجة إلا حبك، وإن كنت سدت فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك، ما أقدرش أعيش غير بين إيديك. We'll be right back.
الدنيا تثبت بس إني مش مهمة، والرأي رأيك وإني أنا جنبك مليش ولا أي كلمة، وبعيش معاك صورة وخلاص. أنا عشت عمري أرضك وباجي كتير أنا على حساب كرامتي، كان كل همي إن أنت تغلط وأسمعك بتقول حبيبتي، وعشان رضاك خسرت ناس بقالي برضا. وأستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا، أسمعها بقى وأنسى اللي عشت معك أقل من العادية، أصبر عليك شايف